وسيرة جميلة محبوبة بإيمانها الصحيح. قارورة الطيب مسكوبة على قدم المسيح، وسيرة جميلة محبوبة بإيمانها الصحيح. سيرتك يا أنباب شوق، سيرتك يا أنباب شوق، سيرتك يا أنباب شوق، سيرتك يا أنباب شوق، سيرتك يا أنباب شوق. قلبك صلاة غسلت قدم المسيح وشلت فوق أكتافك، وشلت فوق أكتافك، وشلت فوق أكتافك، ونظرت وجه الحبيب، ونظرت وجه الحبيب. ساعة ما شفته وشافك، ساعة ما شفته وشافك، ساعة ما شفته وشافك، ونظرت وجه الحبيب، ونظرت وجه الحبيب. زارك إلهك وسألته لأجل ولادك، وعدك وكان من نصيبك يتحقق لك كل مرادك، والصحراء بقيت عمار رهبا وسكان ألاني، عباد لرب العباد على صدرهم صليب غالي. سيرتك يا أنباب شوي، سيرتك يا أنباب شوي، سيرتك يا أنباب شوي. كنت أبا
ايه ده يا ولاد؟ انتوا لسه نايمين؟ ده اديك صح من بدري. قوموا وانا بجهز لكم الفطار. صباح الخير يا ام. صباح النور يا حبيبي. صح اخواتك بقى عبال ما سخن البليل. حاضر يا ام. قوموا يا شباب. يلا قوم. بارك يا رب هذا الطعام. الله الاكل حلو قوي النهارده يا ام. بالهنا والشفا يا حبيبي. الله امال فين بشو يا ولاد؟ بشو صحي يا ام وبيصلي في الاوضه. خلاص يا حبيبي هو لما هيخلص صلاه هيجي. صباح الخير يا ام. صباح النور يا حبيبي. اه تفطر بقى مع اخواتك. انا مش هفطر يا ام. ممكن اخد ده كمان يا ام؟ خده يا حبيبي بالهنا والشفا الخير كتير. مش عايز تاكل ليه؟ هو الاكل مش عاجبك؟ لا يا اما ده الاكل حلو قوي بس انا هتناول النهارده. ايه يا ابني احنا مش لسه متناولين من كام يوم؟ ايوه بس انا عايز اتناول النهارده كمان. ربنا يبارك يا حبيبي. استنى بقى قبل ما البس واجي معاك وانتوا بقى لموا الاكل قبل ما نرجع. يا مينا. ايوه يا بشور. مبروك النعمة يا بشور. نشكر ربنا. مبروك النعمة يا بشور. مبروك النعمة يا بشور. يلا سبقوني انتوا على الغيط. مبروك النعمة يا بشور. مبروك النعمة يا بشور. يلا سبقوني انتوا على الغيط عشان عندنا شغل كتير النهارده. ماشي يا اخوي. وانت مش جاي معانا؟ لا انا هوصل امي على السوق وبعدين هاجي على طول. وانا جاي معاك. الله مش لما تفطر الاول؟ تعالى اما اعمل لك لقمة. يلا بالسلامة انتم وانا جاي على طول. ما تتأخرش هنروي النهارده. بقول لك ايه يا ام؟ قول يا ابني. انا مش عايز بشوي ينزل معانا الغيط. ليه يا ابني؟ ده بشوي راجل ولازم يتعلم. يا ام بشوي لسه صغير وضعيف. صغير؟ طب الصغير بيكبر. بس انا رايي نوديك كنيسه يتعلم القرايه والكتابه والالحان. رايك كده؟ ايوه يا ام هو ده الراي السليم وباذن الله لما يكبر ويشد حيله يبقى ينزل يساعدنا. يعني الارض هتروح فين؟ هتعزل. خلاص يا حبيبي انت دلوقتي في مقام ابوه واللي انت عايزه اعمله. كتر خيرك يا ام. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اهدي انتوا متنحين ليه يا قالي؟ انا بقول لنفسي قولوا بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تمام قرب يا بشور يا ودن. تعال. ايوه يا معلم. شوفوا يا اولاد بشوي اخوكم زميلكم الجديد النهارده. يلا بقى وروني هترحبوا ازاي. اهلا باسم المسيح في وسطنا هلك كما هل ربنا وردنا. قولي بقى يا بشور بتعرف تقرا وتكتب؟ لا يا معلم. لا مش مهم. قولي حافظ ايه بقى من الصلوات؟ حافظ ابانا الذي وحافظ مراتيه الشمس بالكنيسه. ايه دي كل دي؟ انت بقى عليك هتعقدني من اولي. ايه تقول حاجه يا معلم؟ ما بقولش ما بقول. انت تقفني على واحده من اولي. اوه وسع علي وسع له مكان. وسع عدد تخيل انت واخد مكان كله علي. النهارده بقى يا اولاد عشان خاطر اخوكم بشوي هراجع حروف الهجاء. هراجع ايه؟ حروف الهجاء. اسم الصليب. انت اتعلمت الكتابه؟ ايوه يا ماما بس لسه شوي. يعني الكتاب حلو؟ دي حاجه جميله خالص. المعلم بيعلمنا القرايه والكتابه والالحان وكمان الكتاب المقدس. كل ده اتعلمته؟ ايوه ياما وبيحفظنا كمان الايات. طب قول لي ايه بقى من اللي انت حفظته؟ انا هو الطريق والحق والحياه. وايه كمان يا حبيبي؟ فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. ربنا يباركك يا ابني. انا هقول لك بقى ايه حلوه قوي قوي لازم تحفظها. حبوا بعضكم بعضا. حبوا بعضكم بعضا زي ما انا بحب اخواتي يا اما. ايوه يا حبيبي وهم كمان بيحبوك قوي. بس الرب يسوع قال ايه؟ حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يعني حتى اللي يعمل فيك حاجه وحشه برضه تحب، حتى اللي يبقى عدوك برضه تحبه. هتلاقي الدنيا كلها بتحبك. اكتبها يا اما.
حفظت يا بشوي؟ ايوه حفظت. تصدق ان انا ملحقتش احفظ الدرس ودلوقتي المعلم هيجي يذنبني. وليه يا غبريال يا اخويا ما حفظتش الدرس؟ اصل خالي جه وجاب معاه ولاده وانا قعدت العب معاهم ونسيت احفظ الدرس. حد ينسى كلام ربنا برضو يا غبريال؟ اهو ده اللي حصل بقى. وبعدين هتقول للمعلم ايه؟ هقول له كنت عيان تعبان. لا يا اخويا الا الكذب، اياك تكذب. يعني عايز يضربني؟ يضربك المعلم لكن ما يضربكش الرب. انت مش عارف يا غبريال يا اخويا الآية اللي بتقول ان الكذابين ما يدخلوش السماء. يعني ايه؟ يعني ما تكذبش ابدا، وصدقني لو قلت الصدق ربنا هينجيك. ايه يا بشوي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ بس الشمس حامي عليك قوي، وانا كنت هبعت حد من اخواتك يجيب. انا اللي قلت لامي انا عايز اطلع على الغيط. طب تعال 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 اقعد هنا. اقعد عقبال ما نخلص ونيجي نتغدى سوا. حاضر يا اخويا، نفسي اكبر واشتغل معاك باذن الرب. وايه اخبار الكتاب؟ المعلم كان تعبان النهارده والشماس حفظنا الالحان. عالي يا بشوي، اسيبك انا بقى عشان اخلص اللي في يدي وبعدين نيجي نتغدى سوا. روح يا اخويا، ربنا يقويك ويكتر رزقك. ايه يا ام، مش انا قلت لك بلاش تنزلي بشوي الغيط؟ النهارده الشمس كانت حاميه قوي. اعمل ايه يا حبيبي، هو اللي طلب يروح لكم فبعت لكم الاكل معاه. الحمد لله يا ام ان ما جالوش ضربه شمس. نشكر ربنا يا حبيبي. بقول لكم ايه بقى، زي ما اتعودتوا قبل ما تناموا تصلوا وتشكروا ربنا على كل شيء. يلا يا حبايب. يلا يا جماعه نصلي. نصيبي انت يا رب، علمني وعلم ولادي اننا نحفظ وصاياك ونعمل بيها، وتكون انت دايما البدايه والنهايه، ولا تتركنا لحظه واحده ولا طرفه عين. ساعدني يا رب ان نوصل بيهم لبر الامان. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. أنا ملاك الرب. يقول لك الرب أعطني أحد أولادك ليكون خادما لي جميع أيام حياتك. ولادي السبعة قدامك، اختار واحد منهم. هذا فاعل جيد لسيدي. اختار لك واحد أقوى منه، ده ضعيف وجسمه قليل. إن قوة الرب تكمل في الضعف، واعلمي أن الله لا ينظر إلى الجسد إنما إلى القلب. لتكن إرادتك يا رب. هو ده كل اللي حصل يا ابونا اخنوخ. اسمعي يا بنتي، الرؤيه اللي شفتيها دي رؤيه سماويه ورساله من عند الرب. ابنك بشوي هيبقى قديس كبير والرب هيكون معاه. بشوي اناء مختار، عشان كده الرب هيكون معاه. اوعى توقف في طريقه لان الرب هو اللي هيوجهه. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية،
وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نورا فكان نورا. ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، أمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. أمين. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي أنا عبدك الخاطئ إني أتم قراية كتابك المقدس. من فضلك دين علي النعمة دي. أشكرك. إزيك يا بشوي؟ ما عدناش بنشوفك ليه يا أخوي؟ هتفضل حابس نفسك كده على طول؟ إزيك يا أخوي؟ أنت وحشتني قوي. اوعى تكون زعلت مني يا بشوي اني دخلت من غير استئذان. ليه بس بتقول كده؟ ده انا خدت بركتك. ده انت اللي بركه واحنا عايشين ببركتك يا بشوي. ما تحملنيش فوق طاقتي يا اخويا، انا انسان خاطئ. اسمع يا بشوي، والدتك زعلانه منك علشان كتر الصيام، وهي مكسوفه تكلمك وبتقول ان صحتك تعبت من كتر الصيام. ليه يا اخويا؟ ما انا صحتي هو عالي العال ونشكر ربنا. من فضلك طمنها. طب ايه رايك يا اخويا تيجي معايا نتعشى انا وانت وامك واخواتك ونتلم تاني؟ حاضر يا اخويا، انا ما اقدرش ازعلكم ابدا. يلا بينا. خلاص يا بشوي يا ولدي، لو انت تسيبنا وتسيب ولادك، ولا مين هيعلمه القرايه والكتابه؟ ومين هيوصل لهم كلمه ربنا؟ اخواتي الخدام كتير يا ابونا، وكلهم احسن مني. انا كنت عارف متوكد ان اليوم ده جاي. اقول لك يا ولدي، ربنا ينور طريقك ويقودك في طريق نصرته. يا ريت تفتكرني في صلواتك قدام المسبح ولا تنسانيش. انساك؟ انساك ازاي يا ولدي؟ ده انا اللي عايزك تتذكر ابوك اخنوخ وتصلي عشانه. صلوات القديسين يا ابونا. مالك يا ولدي؟ في ايه؟ أمي وإخواتي مش عارفة أعمل معاهم إيه. إن كان على والدتك يا ولدي، هي مش هتعارض، هي عارفة الكلام ده من سنين طويلة. بعدين وصية بتقول: من أحب أب أو أم أو أخ أكتر مني فلا يستحقني، ولا إيه؟ معاك حق يا أبونا. في حاجة كمان أحب أقولها لك. الراهب يا ولدي في البرية من غير مرشد روحي زي الحمل اللي سلم نفسه لفم الديل. مرشدك الروحي يا ولدي هو اللي هيساعدك. في البرية أب عظيم اسمه أبونا بموة، وبمعونة ربنا الطريق هيوضح قدام عينيك. غابي أبانا. أغابي يا ولد، أنا طالب رهبانة يا أبي. طب اقعد هنا شوية وربنا يدبر. حاضر. صلي يا أمي، صلي يا أبي. تسمحي لي اخد صورة السيد المسيح معايا عشان تنور لي طريق اللي جاي. خد يا حبيبي. يا رب يسوع المسيح، انا عارفه ان كل شيء في السماء والارض ملك ايديك، وانا النهارده بقدم لك ابني بشوي يكون عبد ليك وذبيحه اكرام وحمد طول العمر.
مع السلامة يا بشوي يا أخوي، اذكرنا في صلواتك. كده يا أخويا هتسيبنا؟ صلي لي يا بشوي. هتوحشني يا بشوي يا أخوي. ما تنساناش يا بشوي. مع السلامة يا بشوي. ربنا معاك وحبيبي. ما تخافش روح الله معاك هيشدنا دي العشرة مع رب الحياة راح يسعدك. ما تخافش روح الله معاك هيشدنا دي العشرة مع رب الحياة راح يسعدك. يا خطوة همي وشغلي يا رحلة لا تطولي يا عيني شوفي تأملي أدي براح الكون كله صدى سكون يا نفسي هل تتحملي. ما تخافش روح الله معاك هيشددك دي العشرة مع رب الحياة راح تسعدك. أنا بين أحضن إيديك جايلك وكل شوق ملهوف قلبي عليك أدوق حلاوة عشرتك. يا خطوة همي وشهدي يا رحلة لا تطولي يا عيني شوفي تأملي أدي براح الكون كله صدى سكون يا نفسي هل تتحملي. سلام يا أخي. السلام والنعمة. أقدر أعرف مين قليت أبونا بيمه؟ هي دي قليته. هو أبني الباب؟ واسمح لي أنت قاعد كده ليه؟ أنا طالب رهبنة. وأنا كمان يا أخ بولس. أخوك بولس. أخوك بشوي. وأنت كمان طالب رهبنة؟ أيوه. بس ربنا يرشد أبونا بيمه ويقبلنا تلاميذ ليه. ربنا يحنن قلبه ويفتح الباب. تعال نصلي. سلام يا عبان. سلام يا أولاد. سلام. أنت اسمك إيه؟ بولس يا عبان. وانت يا ولد يا ما شفتكش جنبك ده. انا لسه واصل دلوقتي يا ابي. وعاوز ايه من بمه؟ ابنك بشوي طالب رهبنه. طالب رهبنه؟ تترهبنه ليه؟ قول انت يا بشوي. انا هربان من العالم الزايل ونفسي يبقى لي مكان في ملكوت السماوات. ملكوت السماوات حته واحده؟ حاللني يا ابي. انا قصدي اني نفسي. انا عارف قصدك يا ولدي، لكن الوصول لملكوت السماوات مش سهل زي ما انت متصور. ولا ايه يا بولس؟ ايوه يا ابان. بعدين خد لي بالك، ما تقدرش تدخل ملكوت السماء إلا بأعمالك الحسنة، لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. حللني يا أبانا، إحنا عاوزين نتعلم من قدسك. شوف يا أولاد، اللي عايز يبقى راهب يقعد معانا هنا لازم يلتزم بالتجاليد اللي تسلمناها من الآباء، محدش يطلب منك يكون متهاود معاه، لأن ده هيضر بخلاصكم. والراهب اللي ما يلتزمش بالطاعة وحب يمشي على حسب هواه وعلى كيفه يسيبنا من دلوقتي. واللي موافق يجي وراي. قوم يا بشوي هات ثلاث خبزات. حاضر يا أمان. انت يا بولس هات كوز مي. حاضر يا أمان. قوم اقوم انا بقى اجيب المرح. خليك يا أمان اجيب وانا. لا اقعد اقعد اقعد. الراهب اللي يركن للراحة يحارب الشيطان. لازم كلتنا نشتغل، وده أول درس ليكم انتوا التنين. قوموا بينا نصلي عشان ربنا يبارك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الرب إلهنا ضابط الكل معطي الخيرات ومغذي كل جسد، أبسط يمينك غير المرئية وبارك في هذا الخبز
اجعل فيه بركتك ونعمتك ليكون شفاء وعافية لكل المتناولين منه. قوة الثالوث القدوس تبارك هذا الخبز وتمنح خلاصا وشفاء للنفس والجسد. آمين. سيد المسيح له المجد وتحبه من كل قلبك وتبعد عن الكل وترتبط بإله الكل وتضبط نفسك عن الكل وترتبط بضابط الكل. عشان كده الراهب يختار السكن في هدوء في الجبال والصحاري وشقوق الأرض ويسموه راهب لأنه يرهب الله في أكله وفي صومه في نومه وفي صحياته في سكوته وفي كلامه في ضعفه وفي نصرته. وحياته الفضيلة يا بنت القلب اللي مفهوش قتال مفهوش فضيلة، يعني زي الجسد لازم يشتغل عشان ياكل، النفس الجوانية كمان إذا بطلت ترديد اسم يسوع المسيح له المجد تهجم عليها الأفكار الرديء. وفضيل الرهبانة يا أبانا؟ فضيلة الاتضاع. الاتضاع أعظم الفضائل. الكبرياء هو أكبر خطير، عشان كده سقط طغمة من الملائكة من السماء للأرض. أما الاتضاع فيرفع الإنسان من الأرض للسماء، يبقى الاتضاع أعظم الفضائل. طب إزاي بقى يجي الاتضاع؟ إنك تعتقد دايما إنك خاطئ وانك ما عملتش اي شيء بالصلاح امام الله وتلتزم الصمت ونظرك دايما يكون للارض وما تعودش نفسك على الكذب وما تتكلمش كلام بطال وما تناقشش الاكبر منك ابدا ودايما عود نفسك تقول اغفر لي يجي لك الاتضاع ويحفظك من كل خطيه. الكتاب المقدس بيقول في سفر الامثال قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشابخ الروح. قلنا يا بنا كلمة نحياء. الأفكار الشريرة زي الخيوط يفتلها الشيطان حبال تلف حوالين رقبتك ويهجم على النفس بتجربة اليأس وتجربة المجد الباطل وتجربة الإفراط في النسك بدون إرشاد. لكن خد لي بالك النفس الأمينة تنتصر بمعونة الله. ويعمل إيه الراهب يا أبانا عشان يكسب حياة الجهاد بنقاوة؟ إذا دومت على طعام الحياة لاسم القدوس يسوع المسيح له المجد بغير فطور هتلاقيه حلو في حنكك وحدك، وكل ما تردد اسمه يبقى نفسك وروحك دسمة شبعانة وكده تقدر تكسب الحياة بنقاوة.
ويعمل ايه الراهب يا ابانا اول ما يسكن القلايه؟ لازم يتذكر خطاياه ويبكي وينوح من اجله ويضبط فكره عن كل شيء رضي ويداوم على قرايه الكتاب المقدس والمزامير. وازاي يا ابي يقدر الراهب يتغلب على اهوائه وهو جوه القلايه؟ ترفض شهوات الجسد وتبتعد عن حب الذات، ما تفكرش في مرادات الناس. خد لي بالك يا اخوي، الخلاص يحتاج لتعب وجهاد كتير. ما تسيبش نفسك لجسدك لا يقتلك. وسلوك الراهب ثلاث حاجات: الثبات في قليته ان كان حزين او فرحان، الثبات مع معلمه ومرشده ان وجد تاديب او وجد تشجيع، الثبات في المحبه اذا وجد حنان او وجد قساوه. الرب يسندكم. تعرف شو يا ولد، انا عايزك. حاضر يا ابن. خد يا ابشو يا ولدي، شوف لك قلايه قريبه اقعد فيها ما دام دي رغبتك. وياك تنسى مزاميرك وقرايتك في الكتاب المقدس. وخد لبالك عدو الخير هيحاربك، وياك تاكل الا من تعب ايديك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الاله الصالح، احب البشر، انعم على اباء الرهبان المرشدين بمعرفه محبتك والثبات في الايمان الارثوذكسي المستقيم الى النفس الاخير. اعين عبدك الخاطب شوي ليعرفك انك انت هو الله الاب، وحب البشر اللي بذل ابنه الحبيب علشان محبته لينا. دي كلمات أرمية النبي يا رب، افتح ذهني عشان أفهم المعاني السامية اللي فيها، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. بشوي يا حبيب المسيح. أرمية النبي، أنا مستاهلش إنك تظهر لي. في السفر بتاعي اسأل يا بشوي عشان اجاوبك. ليه سموك النبي الرائي؟ علشان كنت كثير التأمل كثير الرؤى. وربنا كان قصده ايه لما وراك شجرة اللوز؟ اللوز دي كلمة عبرية معناها سهران، وكان ربنا عايز يقول لي انه سهران على كلمته. والقدر المنفوخ اللي بيقذف حمم من فوق المرجل كان عايز كمان يقول لي انه من الشمال ينفتح الشر على سكان الارض. والتين كان مقصود بايه؟ الناس اللي هيطيعوا كلام ربنا ويخضعوا لمشيئته دول هما زي التين الجيد اللي حلاوته ما تتوصفش. أما الناس اللي هيقوموا مشيئته فدول هيكونوا زي التين العفن اللي هيجف ويترمي في النار. تعبتك معايا، اطلب من ربنا
عشان يعيني في جهادي. ربنا معاك ويباركك. انت تأملت وسألت فسمعت صوت النار. بشوي مين؟ افتح يا بشوي يا رجل الله. انت مين وعاوز ايه من حقير بشوي؟ يا التواضع ده، شاب في سنك يحبس نفسه المدة دي كلها ما يشوفش فيها وجه انسان يقول على نفسه حقير. لا انت رجل الله وانا عاوز اشوف دليتك. انت عاوز مني ايه؟ انا ما عنديش حاجة اديها لك. انت عندك كل حاجة. افتح افتح وانا اعرفك بنفسي واقول لك ايه اللي انا عاوزه. مالك يما؟ في ايه؟ قوم يا ولاد نصلي، اخوكم في ضيقه، الشيطان بيحاربه. بشوي وحشنا قوي يما. ايوه يا ابني وحشنا قوي. يو يما يا ريتنا نقول اللي قاله بشوي. صدقيني يما ربنا مش هيسيب بشوي اخويا لانه بيحبه. تسمحي لي اخد صوره السيد المسيح معايا عشان تنور لي طريقي اللي جاي. ده بيحبك يا رب. وانت قول ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. يا رب ما تسيبوش واسنده. يلا يا ولاد نصلي. شوف يا بشوي يا ولدي، حياة الوحدة في البرية تحتاج من راهب لنسك شديد ومداومة على حياة التأمل والصلاة. والتأمل يبتدي لما النعمة تزور الإنسان في أول الطريق الروحاني، فيردد آيات الكتاب المقدس ويتأمل فيه بإرشاد الروح القدس، فما يلاقيش العقل مصرة إلا بالصلاة. وخد لي بالك، الصلاة الحقيقية هي إن الإنسان يخاطب ربنا من غير ما فكره يطيش لبعيد ويبص لربنا بكل أفكاره وحواسه. وعشان الإنسان يوصل لكده لازم يموت عن العالم وكل ما فيه ويتصور في عقله إنه قدام الله وبيكلم. وخد لي بالك، الصلاة الدايمة تنبه الشعور بوجود الله قدامك وإنه شايفك وشايف كل اللي بتعمله وسامع كل اللي بتقوله. بس الحروب تقيلة يا أبي وأنا ضعيف مش قدها. كل ما الحروب تزيد يا ولدي القلوب تتطهر زي الذهب، لما تحطه في البوطة وتزود عليه النار يبقى صافي ونقي. القلوب الذهب دي قلوب القديسين. جاهد يا ولدي وانت توصل ليه. ده انت الأب المشرك في البرية، على وشك عزمي يفرح. عايز حاجة من ضعفي؟ محتاج صلواتك تسندني يا أبي. شفاعة ستنا العذراء وصلوات القديسين تكون معاك يا ولدي. أقوم أنا بقى. ما تقعد معايا شوية يا أبي، عاوز أشبع منك. يسوع المسيح له المجد معاك يا ولدي، عنده كل الشبع. بمو إيه؟ بمو إنسان خاطئ وحقير ومالوش لازمة. أسيبك أنا دلوقتي أبي. أنا خدت بركة كبيرة قوي. أخويا بولس أخباره إيه؟ ربنا يدبر ويرشد للصالح يا ولدي. سلام ونعمة.
اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعني، ليخزى ويخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يطلبون لي الشر، وليرجع إلى خلف سرك القائلون بي نعم نعم، ليبتئك ويفرح بك يا جميع الذين يلتمسوني. الصلاة الدايمة تنبه الشعور بوجود الله قدامك، وإنه شايفك وشايف كل اللي بتعمله وسامع كل اللي بتقوله. يبتهج ويفرح بك جميع الذين التمسونه، وليقول في كل حين محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطئ. هللويا. ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي صاروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها. لا تجمع ولا تدفن، بل تكون دمنة على وجه الأرض، ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية في كل الأماكن التي طردتهم إليها، يقول رب الجنود. وقال الرب لي: تقول لهم هكذا قال الرب، هل يسقطون ولا يقومون؟ أو يرتد أحد ولا يرجع؟ لماذا ارتد هذا الشعب؟ في أورشليم ارتدادا دائما. صحيح يا أرميا النبي، ده الواحد لما بيتوه في السكة بيبذل كل جهده عشان يرجع للطريق الصح. إزاي شعب الله ارتد ومرضيوش يرجعوا لربنا؟ اسمع يا بشوي، الارتداد عقاب الهلاك، والسقوط عقاب السحق والترقي، لأن كل من يسقط على ذلك الحجر يتردد، ومن يسقط هو عليه يسحق سحق. الحجر ده اللي رفضوا البنايين هو نفسه صار رأس الزاوية، هو يسوع المسيح اللي أنا وكل الأنبياء اشتهينا أن نراه ونبصر نور خلاصه، ملك الملوك ورب الأرباب إلهنا الحي. المجد ليك يا سيدي. أراد الله أن يعلن إن اللي يسكن في الأماكن المقدسة ده ما يعصموش من الخطية طالما فيه في القلب فساد، وكل ما طال وقت ارتكاب الخطية كل ما قلت فرصة الرجوع والقيامة والتوبة. كان لابد لهذا الجيل انه يسمع صوت الرب، لكنهم صموا اذنهم، والمسيح كلمهم على لساني، وانا صرخت فيهم وناديتهم بالتوبه والرجوع الى الله، لكن صعب ان شعبي يسمع لك وهو غرقان في خطاياه. ربنا يرحمنا، صلي لي دايما وافتكرني قدام عرش النعمة لأني ضعيف جدا. ربنا يباركك يا بشوي ويعطيك فهم لكل ما تقرأ.
يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح. بقدم لك يا رب نفسي وجسمي ذبيحة تحت رجليك، اقبلها يا رب واديني سلامك عشان احيا بيه. هويني يا إلهي، هويني عشان استحق اني اكون ابنك. يا مختار بشوق السلام لك، لقد نظرت تعبك وجهادك وها انا اكون معك. أنا مستهلش، أنا مستهلش إن أنت تيجي بقدرتك وتزور ضعيف إنسان غلبان خاطي بيسعى لرحمتك، عامل ذنوب إنسان محتاج محتاج لنور قوتك. أنا ما استاهلش محبتك ولا حتى خطوة في سكتك، دي ما تتوصفش دي ما تتوصفش لحظة وجودي بصحبتك. وأنا ما استاهلش، أنا ما استاهلش إن أنت تيجي بقدرتك. خير يما؟ إيه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مستنياك يا ابني اطمن عليك. ما انت عارفه يا اما شغل الشؤون على محاسب التجار وحاسب ده وده، يعني مش جديد عليا التاخير. لا يا اما انت في حاجه تانية شغله بالك. عندك حق يا ابني، اخوك بشوي وحشني قوي، كام سنه دلوقتي لا حس ولا خبر. بشوي يا اما اختار الحياه الافضل، وانت عارفه كده كويس. عارفه يا ابني، لكن قلب الام. ربنا يعز قلبك يا أمه. قومي نامي وإن شاء الرب أروح أنا وإنت بكرة لأبونا ويقول لنا إزاي نقدر نروح لبشون. أيوة كده يا ابني ريحتني، ربنا يريح قلبك ويطرح فيك البركة. اجده يا ابو اسحاق، أعرف إنك موجود في شنشنة بلدنا وما تجيش تسلم على أبوك خنوخ. يا بانا عندك حق، لكن صدقني ببقى عاوز أجي أخذ بركة الكنيسة وبركتك، لكن الوقت بيسرقني وابونا بيمو بيقول الراهب اللي بيقطع بيده يعاود لقليته. وكيف ابونا بيمو دلوقتي؟ نشكر ربي وهو باعت للكنيسه المبلغ ده وبعت لك السلام يا ابونا. ايوه يا ابونا، بس ده كتير قوي. مش كتير يا ابونا على الكنيسه اللي قعدت الاسكيت راهب عظيم. حلني يا ابانا. الله يحلك يا ولدي. في ناس برا جايين عايزين يقابلوا قدس. خليهم يتفضلوا. حاضر. طب يا بنا استأذن يا بقى. اقعد اقعد يا ابو اسحاق، وانت غريب عاد. سلام يا ابانا. سلام. اهلا اتفضل. سلام يا ابانا. اتفضل يا ولدي اتفضل يا ولدي. ايه البركه دي؟ البركه لينا احنا يا بنا. عارف مين دول يا ابو اسحاق؟ مين دول يا ابونا؟ دي الست ام بشوي وده اخوه الكبير. ابونا بشوي طوبى للبطن اللي حملته. انت تعرف يا ابونا؟ كيف ما عرفوش؟ ابونا اسحاق وابونا بشوي من تلاميذ ابونا بموة. وزي حال بشوي يا ابونا؟ ابونا بشوي بخير يا امي. اشكرك يا رب انك طمنتني وفرحت قلبي. سلام يا بدو. سلام ونعمة يا ولدي. شايف الغصن الجاف ده؟ عايزك تنكته في الأرض وتسقيه كل يوم لغاية ما يرعرع ويسمع. وازرع وين ده يا أبي؟ هنا يا يحنس.
صحيح يحنس المية بعيدة عن الغصن الناشف ده، لكن ربنا هيعوضك على تعبك. دي فرصة يا أبانا أقطع بالتعب ده، هوى الزاد وجود الأنانية. أنا فرحان جوا بالمشقة دي. ربنا معاك يا يحنس، يباركك ويساعدك ويسندك. يا ابوي ده المايه غوتها قوي ومعيش حبل دلوقتي. املى كيف دلوقتي انا ارجع اجيب حبل من الاول؟ اسم الصليب، اسم الرب يسوع، اسم الرب يسوع، اسم الرب يسوع. علمني يا أبي، علمك بينشط روحي ويفرح قلبي. ربنا يحفظك يا منير الوجه والقلب. خد لي بالك يا بشوي، لا يمكن نبتدي البنا من فوق وبعدين الأساس، لكن لازم الأساس في الأول وبعدين نبني اللي فوق. تعال يحنس يا ولدي. أبونا بشوي يحنس تلميذي. أهلا يا أبونا. تعالوا قعدوا يا أولادي، أقعد يحنس أقعد. الكتاب المقدس في غلاطيا يقول ايه؟ بالمحبة اخدموا بعضكم بعض. يعني اساس كل عمل صالح المحبة، كل شيء يبتدي بالمحبة. وصايا السيد المسيح له المجد مبنية على هذا الاساس اللي هو ايه؟ المحبة. الله يبارككم. في حاجة تانية مهمة، ابائنا الروحانيين خلوا عمل اليدين قانون من قوانين الفضائل. يعني انت مش بتشتغل عشان تكسب فلوس وبس، لا، عشان تمنع عن نفسك الشرور وما تديكش مجال للخروج من قليتك كتير. اذكر يا رب اخواتي الرهبان اللي حبوك واتبعوا وصاياك، واذكر ابونا بموة ارشادوا لينا، واذكر اخويا يحنس هويه في وحدته يا حبيبي يسوع. السلام ليك يا رجل الله البار بشوي. السلام ليك. انت مين يا سيدي؟ انا شايف انك ملك عظيم. انا اخوك الملك قسطنطين. انت العظيم يا بشوي لأنك استحقيت السيرة الرهبانية المباركة. أنا جايلك من السماء علشان أكشف لك العظمة والكرامة اللي بيتمتع بيها النساك قدام المسيح. أنت اللي أبطلت عبادة الأوثان ونشرت المسيحية ودفعت عن الإيمان ورفعت راية الصليب وبنيت كنايس كتيرة. ربنا ما ادالكش مجد في السماء؟ اداني كتير، بس مش زي درجة وكرامة الرهبان. أنا بشوف أرواحهم بتطير زي النسور وتصعد لفوق في قوة وشجاعة، وبشوف جيوش الشياطين المفزعة مش قادرة أتقرب منهم. أنا بشوف إزاي أبواب السماء بتتفتح لهم فيدخلوا ويقفوا بدال عظيمة قدام عرش الله. سلام ليك يا حبيب المخلص أبونا يحنس. أهلا ليك. اسم الصليب دي المغارة فاضية ومن كنت هتحدد مع مين يا أبونا بشوي؟ أنت سمعت يا أبونا؟ إيه وسمعت. شوف يا أبونا يحنس، أنا مستاهلش، لكن ربنا بعت لي الملك قسطنطين يعرفني كرامة وعظمة الرهبان في السماء عشان أجاهد أكتر وأتعب أكتر، مع إن الملك قسطنطين ده هو اللي كان السبب في إعلان المسيحية دي أنا رسميا للدولة، وهو ابن القديسة العظيمة الملكة هيلانا، وأكيد ليه مكانة كبيرة أوي عند ربنا.
ربنا يبارككم يا اولاد ويسندكم. بارك يا ابا، اول ثمره من الشجر. اقعد يا ولدي، خذوا كلوا يا اولاد ثمره شجره الطاعه لابن يحنس. لولا ان ابونا يحنس مليان بنعمه ربنا ما كانش السر العجيب ده يحصل على ايديه، ان الفرع الجاف يطلع ثمر. وشجره الطاعه دي يا بشوي اللي فروعها ضللت على البريه كلها هتبقى علامه ورمز للنفوس اللي هتسيب العالم وتيجي المكان ده. النفوس دي هتبقى يحنس ذكرى ليك امام رب المجد. ربنا يباركك وربنا يسندكم يا اولادي. ايها الرب الاله القوي، امنح عبدك افرام السورياني التعزيات وقوي قلبه وايمانه حتى يرى مجد لاهوتك. ثبتني يا رب امام التجارب وامنحني الهدوء والسكينه، وارحمني يا رب انا الخاطي. افرام، اذهب غدا الى بريه شهيد، فهناك رجل ذو قامه روحيه وقد سبق له معاينة الرب. اذهب لتتعزى برؤيته وتنتفع برفقة بشوي حبيب المسيح. أذهب، أذهب لحبيبك بشوي. يا مخلصي صالح، أبونا أفرام السورياني ضيفة الحبيب جاي، وأنا ما بفهمش لغته. أرجوك خليني أفهم لغته وأعرف أتكلم معي وأفرح بمقابلته وأتعزى بعلمه وأتبارك من روحه. أمين. أروح أستقبله. ما يصحش أخش على قديس عظيم زي ده وأنا ماسك عصاية، أسيبها برا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك يا أفرام يا أخوي. كنت واثق اني هعيش لغايه ما اشوفك واتعذب كلامك الحلو ده قبل ربنا ما ياخد ودعته. ربنا يديك طولة العمر يا اخويا افرام. اتفضل اتفضل عشان تبارك قلايه اخوك الخاطب شوي. مين افرام ده عشان يبارك المكان اللي ظهر فيه السيد المسيح؟ اتفضل يا ابني اتفضل. أسبوع يا حبيب المسيح كأنه لحظات. كان علي أنا عايز أعيش معاك هنا العمر كله، لكن فرقتي رهبان كتير محتاجين لتدبير. ربنا يعيني بقى على المسؤولية الكبيرة قوي اللي ادهاني المسيح. أنا تعزيت جدا من سيرتك وكلامك يا أفرام يا أخويا، وخدت بركة كبيرة من زيارتك اللي مستاهلهاش. أنا محتاجك تباركني يا أبونا بشور، وفرحان بالحكايات اللي أنا سمعتها عن الآباء المصريين وفضائلهم، وتعلمت من علمك الواسع. ربنا معاك يا أفرام يا حبيبي. أستودعك الله يا أبونا بشوي. اتفضل هوصلك. اسم الصليب. العصاية بتاعتك أورقت يا أبونا أفرام. دي بركتك يا أبونا بشوي. الزرعة دي هتفضل ذكرى لزيارتك ليا على مر الأجيال. أبونا بشوت، سلام يا أبي. سلام حبيبي. ممكن أخد بركة أبونا أبراهام السورياني؟ أبونا أفرام رجع بلده، سافر، مشي. مشي منين وأنا حصله وأخد بركته؟ مش هينفع تحصله يا حبيبي، لأن في سحابة شالته وهتوصله لحد هناك. يعني ماليش نصيب أخد بركته؟ عموماً على فكرة، أبونا بموة تعبان وأبونا يحنس بيقول لك هو عايز يشوفك. طوباك يا شجاع الملك يسوع المسيح له المجد. ربنا يحفظك يا ولدي، ربنا يحفظك. لما اسيب العالم ده عايزك تروح
تسكن في المكان اللي نكدت فيه الفرع وسقتها ونبتت جذورها في الأرض وبقت شجرة الطاعة. انت يا بشوي يا حبيبي اعتني بيحرس المطيع دي. حاضر يا أبانا. يحرس دي استحملني كثير، استحمل عياي ومرضي 12 سنة. ما بقولش كده يا سيد. يحرس دي بلاد مش انسان. ده انا انسان خاطئ يا بني، وما استحقش محبتك الكبيره دي. ربنا يباركه بصلواتك يا ابانا. يباركك انت كمان يا حبيبي يا بشو. انت شمس ونور في السماء، فجر جديد في البريه. أنا قبل ما أمشي يا أولادي عايز أقول لكم على حاجة مهمة. يعني بنيت قليتي بيدي، عمري ما أكلت إلا بتعبي زي وصية الله في الكتاب المقدس. بعرك وجهك تأكل خبز، وبنعمة ربنا عمري ما قلت كلمة ندمت عليها لحد السعادة. يعني قررت خلاص انطلق حبيبي وخلص يسوع المسيح له المجد. ربي يرعاكم، ربي يرعاكم، وكلمة نعمته يبنيكم ويكون معاكم ويسندكم. يا رب يا رب يا رب. اطلبني لأني لم أنسى وصاياك. هللويا هللويا هللويا. معاك صورة حبيبك يا ابونا بشوي. ازيك يا ابونا يا حنس؟ انا شايف انك ميال للوحدة اكتر من الاول. صدقت يا اخويا الحبيب. بينا نرفع صلواتنا لربنا علشان يكشف لنا ايه اللي نعمله. وظل يصليان طويلا حتى ظهر لهما ملاك الرب وأخبرهما بأن يسكن كل واحد منهما منفردا لكمال التدبير الذي أراده الله لخلاص نفسيهما. افرح يا مختار بشوق، سأرسل لك ربانا يملؤون هذا الجبل ويعبدونني فيه. أتعلهم يا رب في البرية. إن أحبوا بعضهم بعضا وحفظوا وصاياي فإني أرزقهم وأعولهم في كل شيء.
وهكذا زاع صيت القديس بشوي، وأصبح له تلاميذ كثيرون استفادوا كثيرا من خبرته الروحية ومن تواضعه، وقدم لنا هذا القديس نموذجا كاملا في كيفية النسك المسيحي حسب الإنجيل، وكيف تكون العلاقة قوية حية مع كل من عرفهم واقتربوا منه. أعظم الفضائل اللي يعملها الراهب إنه يأخر كلامه ويقدم كلام أخوه. الأنبا بموة الله ينيح روحه، لما كان حد يسأله سؤال كان يسكت شوية يتأمل وبعدين يجاوب، لأن الكتاب المقدس بيقول ليكن الإنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. وفي حاجة تانية عاوز أقولها لكم، عشان ما تكون تصرفاتنا مقدسة ومقبولة قدام الله لابد ندرب نفسنا على محبة الآخرين حتى لو عملوا فينا الشر، ونحكم على نفسنا قبل ما نحكم على غيرنا بمقياس الضمير مش بمقياس المصلحة، ونفكر كويس في كل تصرف وقبل ما ناخد أي قرار، لأن بولس الرسول بيقول كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق. لكن إيه هو اللي يوافقني يا أبانا؟ المهم عملت إيه مع أبونا لوقا؟ هو عارف منين إن أنا قابلت أبونا لوقا؟ أقول لك أنا إيه اللي يوافق. كل قرار ما يفسدش سلامك الداخلي يوافق، كل قرار ما يتسببش في خصام بينك وبين إخواتك وما يعسرش حد منهم ويفسد حياته يوافق، كل قرار ما يحطش حاجز بينك وبين الله يوافق. وإزاي نوصل للقرار ده يا أبان؟ بالصلاة. اتكلم مع الله يا ابني وهو يرشدك، قل له أنا ضعيف، أنا مستهلش، أنا أضعف حتى من إني أعرف إيه الصح وإيه الغلط، وجهني يا رب. الصلاة يا ولادي هي الصلة اللي تربطنا دايما بالمسيح ليه كل المجد. لكن يا أبانا أنا حاولت كتير أصلي وأتكلم مع الله لكن ما كنتش بعرف أقول له إيه ولا رتب كلامي. الصلاة مش محتاجة كلام مترتب يا ابني، سيب قلبك هو اللي يتكلم، اشكره على محبته ليك وإحساناته معاك، واشكيله وجعتك وارمي حملك عليه. يا ابونا بشوي، ازاي الإنسان يقدر يصوم لمدة أسبوع أو أسابيع من غير ما يتعب أو يمرض؟ بالصلاة والتدريب وطلب معونة ربنا وعدم التفكير في الطعام الفاني. المسيح قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، وقال كمان أنا هو خبز الحياة. المسيح هو خبز حياتنا يا ولادي مش الأكل. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. يا ريت يا أبانا تفسر لنا أكتر. إن كان أحد يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. لو الإنسان يبني داوم على التناول من جسد ربنا ودمه مش هيحتاج للخبز الأرضي ولا للمية، لأن إلهنا قال عن نفسه أنا هو ينبوع الماء الحي. وبكده يكون الروح القدس بدعة ومش موجود.
وطبعا كلنا نؤمن بالله واحد. طبعا يعني لو كان الله ذاته غير المنظور ظهر في المسيح الابن، إذن الله هو المسيح والمسيح هو الله، إذن فلا حاجة للروح القدس. يعني كلنا قرينا في كتاب ربنا اللي بيقول أنا في الآب والآب فيا، يعني الاتنين واحد. ولو كان عايز الروح القدس كان قال أنا والآب والروح القدس نحن جميعا في داخل بعض. طبعا يعني واحنا بنصلي ما نقولش إلا الآب والابن بس، مفيش الروح القدس؟ أيوة، وبكده يكون الروح القدس بدعة وملهوش وجود. سلام. ولك السلام، فضل. شيء غريب. هو ايه اللي غريب؟ الجفف دي عملتها بايدك؟ ايوه. طب وايه لسمة التلات ودان؟ لان كل شيء بالثالوث يكمل، الاب والابن والروح القدس. هو في روح قدس؟ الروح القدس موجود من البدء، ما افترقش ابدا عن الاب والابن. اول ايه في الكتاب المقدس بتقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه، وروح الله يرف على وجه المياه. واشعيا النبي بيقول روح السيد الرب علي لانه مسحني لأبشر المساكين. ومعلمنا بولس الرسول بيقول إيه؟ ليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. والسيد المسيح نفسه ليه كل المجد وصى تلاميذه وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. معنى كده إن الراجل ده كلامه كله غلط في غلط، ودي بدعة من تأليفه. يعني إيه بدعة يا أمي؟ بدعة يعني تعليم بتخالف تعليم كنيستنا القبطية. نشكر ربنا يا أمي إن أبونا بشوي عرفنا الإيمان الصحيح. أيوة يا بنتي، نشكر ربنا، كنا هنضيع. اتفضل اتفضل، استريح من تعب الطريق. اتفضل معي. اتفضل استريح، اغسل لك رجليك من تعب المشوار. المجد ليك يا رب، انا ما استاهلش. Thank you.
ولدي. كنت بجمع شوية زعف يا بنا. طب حط زعف عندك واشرب المية دي. حللني يا بنا، أنا مش عطشان. اشرب يا حبيبي. صدقني يا بنا مش عطشان. معلش عشان خاطري اشرب المية دي. حاضر يا بنا. اسم الصليب، المايه راحت فين؟ المايه نشفت يا بان. ما قلت لك يا ولدي اشرب. ميه ايه دي يا بان؟ دي ميه غسيل رجلين يسوع المسيح. يا ويلي يا ويلي، انا خاطي غير مستحق ان انا اشرب من الميه الطاهره اللي لمست جسد الرب يسوع. يا ويلك يا يعقوب. يا يعقوب يا ولدي، مفيش حاجة خلت أبونا آدم يسقط في الخطية ويخرج من الفردوس إلا عدم الطاعة. ربنا يعزيك يا ابني ويرحمني ويرحمك. صباح الخير يا مهندس استفانوس. أهلا أبونا متى. يا ترى جايب لنا إيه النهاردة؟ شوية قفف وزلال. عال رزقك في رجليك يا حييم، السلال وصلت. على كده بقى كل السلال اللي خدتها قبل كده من صنع الرهبان. الجيده منها بس. وانتوا بقى يا رهبان النصارى فاضيين للشغل ولا للصلاه والعباده؟ يعني زي ما بنسمع الراهب اللي ما يشتغلش ما ياكلش، والكتاب المقدس بيقول من لا يعمل لا ياكل. ملعون من اتكل على زراع بشر. قول لي يا اخ متى. اسمي متى. متى. عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت طبعا عارف ان كل الانبياء واخدين معونه من عند الله، صح؟ اكيد. مثلا يعني عندك النبي موسى فرعون والصحراء حاولوا يغيروا رايه لكن ايدوا الرب وهزمهم كلهم، صح؟ تمام. وكمان عندك داوود، سليمان، إيليا، أنبياء كتير كتير من بني إسرائيل، صح؟ تمام. إزاي بقى بتقولوا إن المسيح اتصلب وهو مؤيد بروح من الله زي ما بتقولوا؟ إزاي نبي عظيم زي ده ربنا يسيبه يتصلب؟ مش كده ولا إيه؟ ايوه. يبقى اللي اتصلب ما هوش المسيح. يبقى واحد تاني. البضاعه عجبتك يا مهد استفانوس؟ ايوه ادي فلوسك. طب متشكر، استاذن انا. بالسلامه. انكروك ولادك يا مخلص الصالح، انكروا فدائك العظيم وقوه صليبك ودمك المسفوك علشانهم. يا سيدي ارحم عبدك الخاطي مادة واديله فرصة تانية للتوبة. يا صاحب القلب الحنون ارقف بينا يا محب البشر. أغامي يا أبي. انت مين؟ أنا الراهب متى يا أبانا. لا أنا ما أعرفكش يا ابني. إزاي يا أبانا؟ أنا تلميذك. إيه اللي غيرك من جهتي؟ أنت مين يا ولدي؟ أنا قلت لقدسك أنا متى ابنك. أنت مش ابني. إزاي يا أبانا؟ ليه بتقول كده؟ انت قلت ايه للراجل اليهودي اللي قبلك وقال لك ان اللي اتصلب مش المسيح ده واحد تاني؟ ما رضيتش ارد عليه لانه كلام عابر. لا يا ولدي، دي سذاجة منك وعدم ايمان. حللني يا ابي، انا اخطأت من غير قصد. المسيح اللي اتصلب على الصليب عشانك وعشان خطية العالم كله. المسيح اللي نفذ العدل الإلهي لما آدم أخطأ واتحكم عليه بالموت.
المسيح اللي جه عشان يحررنا من عبودية إبليس، المسيح اللي عمل كل ده عشانك وعشاني أنا الخاطي، تنكر صليبه. حللني يا أبي وصلي من أجلي علشان ربنا يسامحني. مجد ربنا واشكره يا ابني، وخد بالك ما تخليش حد يضحك عليك ويخدعك بكلمة تخالف إيمانك المستقيم. يا ابونا بشوي، يا ابونا بشوي. يا رجل الله الصالح، محتاجين لك، عايزين نتكلم معاك. أغادي آباء القديسين، بركة كبيرة زيارتكم للحقير بشوي. يا أبانا، تواضعك الزيادة ده بيخلينا نلوم نفسينا. اتفضلوا يا أبائي. مرجوك يا أبانا، اسأل عنا سيدنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح، إننا نشوفه ونتمتع بالنظر ليه ويباركنا. حاضر يا أبائي، صلوا لأخوك الخاطب شوي عشان ربنا يقدرني واطلب عنكم. يا سيدي ومخلصي وحبيبي يسوع المسيح، اخواتي ولادك عاوزين يتعزوا برؤيتك البهية ويتباركوا من ايديك الطاهر، وجم للحقير بشوي عشان يسأل عني ويترجاني تجاوب سؤال قلوبه. يا مختاري بشوي، قل لهم اني سوف اقابلهم قبل غروب الشمس فوق الجبل. تباركت أيها الأبدي الأزلي، لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين. افرحوا يا أبائي، ربنا هيقابلكم قبل غروب الشمس فوق الجبل. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. بتمدوا كده ليه ورايحين فين؟ ابونا بشوي قال لنا ان المسيح هيظهر هنا. خدني معاك يا ولد. سامحني يا والدي، يا دوبك حاجة. خدني معاك يا ولد، انا قادر اشيل نفسي. رايح فين يا ولد؟ طالع معاك الجبل. طب تعال، طب تعال اساعدك. اطلع فوق كتفي. السماء ما بتزعجش والأرض بترتج من جلالك، ازاي اشيلك خاطي زي لأنك أهمتني يا حبيبي الشوق بين جسدك
لن يرحل. ايه يا ابونا بشوي، الشمس غابت والمسيح لسه ما ظهرش. ظهر يا ولادي، بس انتوا ما عرفتوش. فين يا ابانا؟ ازاي يا ابانا ما حصلش؟ هو احنا نستاهل؟ الشيخ اللي قابلكم على اول الطريق وما رضيتوش تساعدوه، هو ده ربنا. يا خطيتنا يا ولا، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب. يلا بينا يا ابونا بشاي من هنا نهرب قبل ما يجي البربر. انت اللي بتقول كده يا ابونا يحنس، انت بتخاف من الموت يا اخويا؟ صدقني انا مخافش من الموت، انا خايف لحسن واحد من البربر يقتلني ويروح الجحيم بسببي. من عارف يا ابونا بشوي، يمكن ليه رجاء عند ربنا. انا رايح جبل القلزم، وانا هروح انصنه في صعيد مصر. ابونا بولا، ابونا بولا، سلام يا سيدي. انا سمعت يا ابويا ان الانبا بشوي جه سكن حدانا في انصنا. بركه كبيره بضمان يا ولدي، انا الانبا بشوي يسكن جنبينا هنا. صدق يا ولدي، الانبا بشوي وصل في تدريبات الصوم لواحد وعشرين يوم. ده انا سمعت يا ابوي انه بعد كده بيفطر على عيش وملح. يا ولدي، من يوم ما ترهبن والشمس عمرها ما شافت فيها بدو اكل. يا ريت يا ابوي لما بتيجي تزوره وتاخدني معاك، انت بتزوره كتير. انا خايف يا بابا موني يا ولدي، يعتب علي ويلومني، انك لسه صغير يا ولدي. اجي معاك واستنى انا بره، وبعد ما تاخد بركه القديس وتخرج اخد انا البركه منك يا ابويا. واللي في الخير يقدم ربك. تكلمنا عن مراحم الرب معاك. من محبة ربنا ليا يا ابني انه اداني علم معرفته وزياراته لضعفي احسانات انا ما استاهلهاش. باركني يا ابني. ربنا يباركك يا حبيبي. Ha ha ha!
المجد لله دائما أبديا آمين. سلامتك يا أخوي، أنت بتجاهد وبتتعب نفسك كتير يا أبويا بشوي. أنا ما استاهلش يا أبونا يجي تعبي وصد تعبك. أنت اللي ظهر لك رب المجد وقال لك كفاك تعبا يا حبيبي بولا. وراح فين تعب الحقير بولا؟ قدام تعب ربنا عشان بني البشر. يا ابونا بولا يا بركة، خلينا نتعب شوية ما دمنا لسه في الجسد قبل ما نطلب ونروح في التراب. صلي من أجلي يا أخويا بشو، عشان ربنا يقويني عشان أقدر أشتغل بكل طاقتي. أغابي يا أباء القديسين. أبونا أثناسيوس الأنصناوي الراجل البركة يزور الحقير بشوي. ويزور أخوه الأشد حجارة بولا الطموهي. يا أبائي صلوا من أجلي، أنا راجل خاطي ما استاهلش الترحيب ده كله. ما تقولش كده يا أبونا، استريح ناخد بركتك. اتفضل. انت قديس عظيم يا أبونا، وحيكون لك شأن كبير في الرهبنة، وبقوة ربنا حيبني دير على اسمك. ما تيجي معانا يا ابونا بولا، في مجموعة من ولاد الرهبان عاوزين يقعدوا معانا. ناخد بركة يا اخوان. اتفضلوا. صدق انا لسه شايف ابونا فشوي قاعد مع جماعة من رهبان هنا دلوقت. معقول دلوقت؟ امال ازاي قالوا لنا ان بكره هيصلي في الاسقيط؟ دي المسافة من هنا لهناك ما تقلش عن 15 يوم، يبقى ازاي هيلحق يوصل؟ اشرب ده يا اخوي، ده هيريحك. انا خلاص يا ابونا قربت انطلق واخرج من الجسد الفاني، وهترجع الوديعة المواطية، وهرتاح. ربنا يقويك يا اخويا بشوي. ربنا يعطيك العافية وتقوم لنا بالسلامة. البركة فيكم يا ولادي، لو سمعتوا روحوا ارتاحوا بقى. انتوا تعبتوا معايا قوي، انا ما استاهلش. يا ابانا هو احنا نستاهل نتعب علشانك؟ احنا عايزين نقعد جنبك وناخد بركتك، ولو حبك ليلى. ربنا يبارككم. عارفين يا ولادي السنين اللي قضيتها في برية شهيد قبل ما حد من الناس يسمع عني، هي دي اللي رب المجد هيكافئني عليها. ربنا يقويكم ويبارك حياتكم لمجد الكنيسة. ربي وإلهي وحبيبي يسوع، بين إيديك طهرة استودع روحي. تنيح قديسنا العظيم الأنبا بشوي في 8 أبيب عام 133 للشهداء، الموافق 15 يوليو عام 417 ميلادية، عن 97 عاما، ودفن في حصن منيا صقر
قرب مدينة أنصنة. وبعده بحوالي 3 شهور تنيح الأنبا بولا الطموهي في 7 بابة عام 134 للشهداء، الموافق 17 أكتوبر عام 417 ميلادية. وهكذا تحقق وعد الرب أن جسديهما الطاهرين لا يفترقا. وفي منتصف القرن الخامس أراد الأنبا أثناسيوس الأنصناوي أن يؤخذ جسد الأنبا بشوي إلى دير البرشا، وبينما هم يسيرون بالمركب توقفت المركب في المكان الذي فيه جسد الأنبا بولا الطموهي، حيث حملوه هو أيضا بإكرام إلى جوار جسد الأنبا بشوي. فصارت المركب بسلام. وفي منتصف القرن التاسع الميلادي وفي حبرية الأب المبارك الأنبا يوساب الأول بطريرك الإسكندرية 52، نقل جسد الأنبا بشوي والأنبا بولا الطموهي على مركب، وأخفوا الجسدين في خرجين حتى لا يراهم الحراس. وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر كياك عام 588 للشهداء، الموافق 11 ديسمبر عام 842 ميلادية. وفي احتفال كبير يليق بهذه الأجساد المباركة استقبلهما رهبان دير الأنبا بشوي بالسعف والشموع والتسابيح. ووضع جسد الأنبا بشوي القديس البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح الذي لم يرى جسده فسادا، وضع في صندوق، ومعه في نفس الصندوق رفات توأم روحه القديس الأنبا بولا الطموهي. العامر حيث يتوافد عليه أفراد الشعب لنوال البركة. بركة صلواتهما تكون مع جميعنا، ولإلهنا كل مجد وإكرام الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور، آمين. وقد اهتم قداسة البابا بتعمير الدير، حيث تم بناء مقر بابوي بالدير، لأن قداسته بطبعه يحب السكون والهدوء ويحضر للدير أسبوعيا. ومن إنجازات قداسته الرائعة أيضا بناء كاتدرائية عظيمة واسعة تعد نموذج لفن العمارة والذوق الرفيع، ومكتبة للرهبان على أعلى مستوى. وقد تم عمل الميرون المقدس بالدير بيد قداسة البابا والآباء المطهرين والأساقفة 4 مرات، وإن شاء الله قريبا سيتم عمل الميرون بيد قداسته للمرة 5. نطلب من الله أن يكون هذا الفيلم سبب بركة ومنفعة لكل من يشاهده ويسمعه، بشفاعة قديسنا العظيم الأنبا بشوي صاحب هذا الدير، وبصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أطال الله حياته سنين عديدة وأزمنة سلامية مديدة، وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.
مسكوبة على قدم المسيح، وسيرة جميلة محبوبة بإيمانها الصحيح. غسلت قدم المسيح، غسلت قدم المسيح، غسلت قدم المسيح، وشلت فوق اكتافك، وشلت فوق اكتافك، وشلت فوق اكتافك، ونظرت وجه الحبيب، ونظرت وجه الحبيب. ساعة ما شفته وشافك، ساعة ما شفته وشافك، ساعة ما شفته وشافك، ونظرت وجه الحبيب، ونظرت.